يمكن الدور الفني ما يقلش عنه ابدا تحليل الاداء، ويمكن اداء اكثر من رائع كابتن قط يعني خلال البطوله وتحليل اداء كل الفرق اللي قابلتها. كلمني بقى عن دورك واهميته للفريق. منظومه تحليل الاداء الحقيقه مهمه جدا جدا، بنعتمد عليها في كل المباريات سواء كانت مباريات عاديه للفرق ذات المستوى المنخفض او الفرق المستوى العالي. لازم نكون عارفين داخلين المباراه وعارفين ان الفريق اللي قدامنا بيلعب ازاي، طريقه لعبه ازاي، الثغرات الدفاعيه بتاعته في الاماكن النهين. بنشتغل اثناء المباراه على التحليل الاحصائي، بنقدر نشتغل في الشوط الاول على احصائيات الفريق، بيشوط من مختلف الاماكن منين ومنين ومن مختلف الزوايا، وده بيساعدنا في الشوط الثاني. والحمد لله ان ربنا كرمنا ان شاء في البطوله الحمد لله. يمكن فرحه اكثر من رائعه هنا في مطار القاهره، استقبال اكثر من رائع جماهير النادي الاهلي. يا رب دايما النادي الاهلي في بطولات وانتصارات، وان شاء الله ابطال كره اليد بالنادي الاهلي يشرفونا ببطوله السوبر خلال ايام ان شاء الله.